السلام عليكم. سقط صالح سقوطه الأخير، ومعه سقطت كل قلاع الرمال التي بناها وشيدها لحماية مكاسبه السياسية والمالية، رغم كل المحاولات التي تسعى للملمة شمل المؤتمر، إلا أنه من المستبعد أن يستعيد عافيته لسبب واحد، هو أن المؤتمر لم يعرف قائدا وحاكما غير المخلوع، ولم يعتد التنفس خارج ملكوته. وهنا نتساءل، ما هو مصير البرلمان اليمني؟ هل يعود إلى صف الشرعية بعد شتات المؤتمر؟ هل يمكن للشرعية لملمة البرلمان بعد مقتل صالح، خصوصا الكتلة البرلمانية التابعة للمؤتمر الشعبي العام؟ وفي حال حدوث ذلك، هل ستتغير معادلة المعركة؟ هل يمكن لنجاح هذا الأمر خلق توازن حقيقي بين القوى السياسية في جسد الشرعية والتقريب بين مكوناتها؟ ومع التنامي الدولي والإقليمي لدعوات إيجاد حلول عاجلة لوقف نزيف الدم اليمني، ما الذي سيخلقه تعزيز دور هادي في حال ارتفع التأييد البرلماني للشرعية؟ هل ستتاح مخارج جديدة سواء للحل السياسي أو العسكري في حال انعقد البرلمان؟ وبالمقابل، ما هي دلالة توجه الجميع إلى الرياض؟ هل يعني أن للرياض اليوم دور جاد ومختلف في إدارة الأزمة اليمنية؟ تتزامن كل هذه الأحداث مع توجه البعثة الروسية في اليمن إلى عاصمة السعودية. هل هناك توازنات كبرى في المنطقة يستطيع البرلمان اليمني أن يساهم في ضبطها لصالح الشرعية؟ هذه الأسئلة المهمة سنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة التي نستضيف بها البرلماني اليمني الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. أهلا بكم أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش في حلقة اليوم، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. لملمة البرلمان بعد مقتل صالح، هذا هو التحرك السياسي البارز في اللحظة السياسية الراهنة ذات الصلة بما تبقى من مؤسسات دستورية تحت قبضة الانقلاب الذي أصبح منزوع الغطاء السياسي، وبات الانقلاب هو الحوثي والحوثي هو الانقلاب، حتى إشعار آخر وترتيبات أخرى. متابعون يؤكدون أن دور هادي سيتعزز أكثر بعد مقتل صالح، وأن النصاب البرلماني سيرتفع إذا تم الاشتغال على لملمة شتات المجلس صاحب القصة الطويلة في اليمن الذي يقترب من عقد ونصف، وقد يدخل موسوعة جينيس كصاحب أطول دورة برلمانية في التاريخ. شتات البرلمان وشتات حزب المؤتمر أكثر العناوين السياسية الحاضرة في أروقة السياسة اليمنية المؤثرة في الحرب والمتأثرة بها، ويبدو أن لملمة البرلمان إذا تمكن من عقد جلساته في العاصمة المؤقتة سيخلق توازنا بين القوى السياسية في جسد الشرعية. الحديث عن البرلمان ليس بمعزل عن التحركات السياسية التي تجري في اليمن والمنطقة، وكذا المتغيرات السياسية التي بدأت تلوح في الأفق، وأبرزها سحب البعثة الروسية من صنعاء والتوجه إلى الرياض لتصبح صنعاء في عزلة دولية متكاملة، والحوثي هو الحاضر الوحيد فيها. البرلمان محور مهم من محاور المعركة السياسية والمؤسسية بين القوى الانقلابية والشرعية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية وتخليص تلك المؤسسات من قبضة الانقلاب، في ظل الحديث عن نقل جلسات المجلس إلى عدن وممارسة عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة. مصادر حكومية أكدت أن الحكومة ضمنت حضور 138 عضواً، وهو العدد المطلوب لعقد الجلسة واكتمال النصاب قبل مقتل صالح، وهذا العدد مرشح للزيادة خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى الرياض. الأنظار تتجه للتحركات التي تسعى لتفعيل البرلمان، الذي يبدو أن لملمته ستفضي إلى توازنات وتحركات ذات صلة بإدارة الأزمة اليمنية التي تفتقر للحضور المؤسسي لتكتمل دوائر الدولة الثلاث، الرئاسة والحكومة والبرلمان. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. أستاذ عبد الكريم، في هذه اللحظة التي يعيشها اليمنيون بكل تفاصيلها وبكل أبعادها، أين هو دور البرلمان؟ كما يعرف الجميع أن البرلمان أحد السلطات الهامة التي تتكون منها الدولة اليمنية، إلى جانب الرئاسة والحكومة يوجد البرلمان وأيضا السلطة القضائية. والبرلمان له دور مهم جدا في الوضع الراهن، ومن البداية انقسم حقيقة البرلمان إلى جناحين، جزء وهو الأغلب وهو الأهم انضم إلى الشرعية وأيدها، وجزء بقي مع الانقلابيين. للبرلمان بالإضافة إلى دوره يعني المهم،
أنه كان ممكن أن إذا استغل الإنقلابيين دور مجلس النواب من البداية كان ممكن يحسموا الأزمة من البداية، وذلك عن طريق قبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور عندما قدم استقالته إلى مجلس النواب، ولكن فاتت الفرصة هذه على الإنقلابيين. نعم. وعاد عبد ربه منصور هذه عن الاستقالة. نعم، وعاد عن الاستقالة وانتهى هذا الدور. بعد ذلك قام مجلس النواب خاصة تابع للشرعية بمحاولة أداء دور مهم جدا في إيصال رسالة الشعب اليمني عن طريق المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها، وعن طريق التمثيل في المنظمات خاصة مع الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد الدولي، وشارك في جهود كبيرة جدا في هذا الجانب لإيصال الوضع الحقيقي في اليمن إلى الجهات الدولية. أيضا دور مجلس النواب سيتضح عند الوصول إلى أي تسوية معينة، هو لابد من العودة إلى مجلس النواب. مجلس النواب يمثل أحد الشرعيات الهامة جدا الآن في اليمن التي لا يمكن تجاوزها، لأنه برلمان منتخب ويمثل كافة أبناء الشعب اليمني، والخارج بالذات يعني يعترف بهذه السلطة ويتعامل معها حتى الآن يعني باستمرار. وبالتالي يجب أن نعرف أن هذا المجلس سيكون له دور، ودور مهم جدا في الأحداث المقبلة. وهذا الدور المهم يدركه أيضا الحوثيين، لأننا نلاحظ أنه بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح سارع الحوثيين مباشرة إلى استدعاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وطلبوا منه عقد جلسة طبعا بمن حضر حتى ولو لم يكن فيه نصاب، لإدراكهم لأهمية مجلس النواب ودوره. ما الذي يمكن أن يحققوه فيما إذا أقاموا هكذا جلسة؟ ما هي الخيارات المتاحة لديهم، خاصة مع الحديث على أن أغلبية البرلمان هي مؤيدة للشرعية؟ هم يريدوا أن يوصلوا رسالة بأن كافة مكونات المجتمع اليمني أو جزء كبير منها مؤيدة لهم، وخاصة الجهة التي تمثل الشعب اليمني وهي البرلمان. وبالتالي عند الدعوة إلى عقد المجلس وتحت سلطتهم وتنفيذ ما يريدون، يوصلوا رسالة إلى الشعب أن كل مؤسسات الدولة أصبحت خاضعة لهم وتابعة لهم، وبالتالي ليس أمام بقية القوى الحية في المجتمع إلا أن تتبع. إذا كان مجلس النواب وهو أهم سلطة تشريعية أصبح تحت سلطتهم، فماذا سيصير؟ طيب، هل يمكن ذلك مع وجود أغلبية كما يعني هو واضح من خلال الفعاليات التي حدثت في الخارج لا تؤيد الانقلاب أو ترفض هذا الانقلاب وتصطف بشكل أو بآخر مع الشرعية؟ طبعا خارطة القوى الآن في مجلس النواب هي تنقسم إلى ثلاث فئات. فئة مؤيدة للسلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه هادي منصور، وفئة كانت تتبع علي عبد الله صالح يعني لأنها من حزب المؤتمر، وفئة كانت محايدة حقيقة، يعني هناك فئة وقفت في الوسط ما بين الفئتين، لم تكن ترغب أن تنضم إلى الشرعية ولم تكن تقبل بالحوثيين والإنقلابيين. الآن بعد مقتل الرئيس أنا أتوقع أن الفئة التي كانت في صنعاء ومؤيدة للإنقلابيين أيضا سيحصل لها انقسامات متعددة، ستذهب فئة إلى الحوثيين هذا شيء مؤكد، وستبقى فئة مع مؤيدة لعلي عبد الله صالح وإرثه، وستبقى فئة أيضا محايدة، وهناك فئة مهمة أنا أعتقد أنها ستنضم إلى الشرعية، وهذا سيؤيد موقف الكتلة البرلمانية المؤيدة للشرعية. طيب، هل لنا نتحدث عن بعض الأرقام أستاذ عبد الكريم؟ يعني التمرير القرارات في مجلس النواب أو عقد جلسات مجلس النواب ربما يحتاج إلى عدد معين من حضور النواب. إذا ما تحدثنا عن الحضور، بالتأكيد هناك من النواب من قضوا يعني توفوا خلال الفترة الماضية رحمهم الله، وهناك من بقي وهناك من سافر وإلى آخره. في حال تم الدعوة إلى اجتماع، من ممكن أن يحضر؟ كم هي الأعداد التي يمكن أن تحضر؟
الآن المتوفين من أعضاء مجلس النواب في حدود تجاوزوا 32 عضو، والنصاب معروف هو أنه النصف زائد واحد، وبالتالي تقريبا النصاب المطلوب الآن لعقد أي جلسة برلمانية هو حوالي 136 عضو. حقيقة لا يوجد أي طرف استطاع أن يوفر هذا النصاب، 136 الشرعية اقتربت كثير جدا من هذا الرقم، كانت في الفترة الماضية الانقلابيين يتجاوزوا 50 إلى 60 يعني فقط، والبقية كانوا محايدين. مع الأحداث الجديدة أنا أتوقع أن الشرعية ستصل إلى النصاب. نحن في الشرعية حقيقة احترمنا اللوائح والأسس القانونية، ولم نحاول أن نعقد جلسة بأقل من النصاب، حاولنا بكل ما نستطيع أن نجمع النصاب اللازم لعقد أي جلسة، فلم نستطع، وصلنا إلى حدود 120 ولم نستكمل الباقي. لكن الانقلابيين للأسف الشديد يعني في صنعاء يعقدوا جلسات بـ20 عضو بـ30 عضو، لا يبالون بالقانون ولا النظام ولا اللوائح نهائيا. طيب سنعود إلى هذه النقاط وكيفية يعني اللعب على هذه التفاصيل أستاذ عبد الكريم. دعنا نشرك لكن قبل ذلك معنا في الحوار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك بالإخوة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. إذن دكتور فيصل، البرلمان بشقيه، أهم ربما عواميد الرهان لكل من الشرعية وأيضا جهة الانقلابيين، الآن بعد المتغيرات الأخيرة إلى أي مدى ترى أن هذه الوضعية ستتغير وإلى من، لمصلحة من؟ بالنسبة لجهة الانقلاب، الانقلابيون لا يعولون على مؤسسة دستورية لأنهم أصلا انقلابيون، يعني هم خارجون عن الدستور عن القانون، وبالتالي التعويل على البرلمان مجرد أكذوبة يعني أو لعوبة. بالنسبة للسلطة الشرعية هي تطمح إلى أن تلتئم المؤسسات الدستورية ولو على الجانب الشكلي، لأن البرلمان من حيث الجانب الموضوعي فهو منتهى الصلاحية، منتهي الصلاحية من حيث المدة الزمنية المنتخب لأجلها، ومن جانب أيضا ممارسة أدائه السياسي والتشريعي. للأسف الرئيس السابق بنى مؤسسات دستورية فقط للتصويت والتبسيط، لا يتجاوز أكثر من 20% عدد النواب الذين لهم رأي حر ويمثلون الشعب بصوتهم الحر، لكن البقية فقط يحضرون ليصوتون على قراراتهم لا يعلمونها، وبالتالي التعويل عليه من الجانب الموضوعي ليس كثيرا وليس مفيدا، ولكن من الجانب الشكلي يمكن أن تعطى للسلطة الشرعية نوعا من المؤازرة باعتبار أن المؤسسة الدستورية اكتملت في هذا الجانب لكي تقنع الجمهور المحلي وكذلك الدول والنظام العالمي يعني الدول العالم، باعتبار أن هناك سلطة شرعية مدعومة وتكتمل بنيان مؤسساتها الدستورية لكي تضغط على الجانب الانقلابي باعتباره وليد غير شرعي لابد أن يستجيب للقرارات الدولية أو تستكمل السلطة الشرعية والدول الإقليم والعالم بالضغط عليه عسكريا لتنفيذ القرار مجلس الأمن وفق الفصل 7. طيب الآن يعني في ظل الأحداث التي تدور في صنعاء، برأيك بالنسبة لمن يتواجد هناك من قيادات مؤتمرية كانت تتبع صالح أو يعني تذهب لما يذهب إليه صالح، والآن هناك هذا المتغير الذي حدث بداخل العاصمة، هل سيشهد ذلك يعني سيسبب ذلك تأثيرا في خارطة التأييد بالنسبة للبرلمانيين؟ بالنسبة للبرلمانيين المتواجدين في صنعاء سيصعب، أو المؤتمرين بشكل عام كقيادة يصعب عليهم اتخاذ مواقف صادقة بحكم تواجدهم في موقع الخطر، وبالتالي هم سيدفعون رقابهم ثمنا لأي موقف مهما كان سطحيا، وبالتالي إذا لا نستطيع أن نعول على مثل هؤلاء إلا بعد خروجهم
من صنعاء، وهذا يحتاج إلى جهد سياسي إخراجية. من الحقيقة المؤتمر الشعبي العام كقيادات يعول عليها لابد من خروجها من دائرة الخطر في صنعاء، وإلا لن نشهد أي موقف إيجابي لهؤلاء الناس. وعلينا أيضا أن لا نضغط عليهم وهم في هذه الحالة باعتبار أن نأخذ منهم موقفا إيجابيا وهم في وضع خطير. ينبغي أن على الخطاب السياسي الرسمي الحكومي والشعبي والثقة والنخبوي أن لا يضغط على هؤلاء الناس المنكسرين الذين راهنوا على تحالف خاسر مع جماعة تمارس البطش والعنف الشديد وتقتل لمجرد القتل، لمجرد المعارضة. يعني هي ليس عندها وسيلة للحكم غير القتل والعنف. وبالتالي أنا أقدر ظروف هؤلاء الناس، ولن نستطيع أن نقيس مدى صدقيتهم إلا إذا خرجوا من هذا الإيسار ومن هذا المأزق، أي يعني خارج الجغرافيا الانقلابية. يعني من خلال ما طرحته دكتور، بعد ذلك يمكن أن نقيس أن موقفهم صادق أو إيجابي أو سيء أو سلبي. من خلال ما طرحته دكتور في إجاباتك الآن، هل أفهم منك أنك مع عزل دور البرلمان بشكل أو بآخر في ظل الوضع الحالي؟ أنا ذكرت في الجواب الأول بأنه البرلمان هو ممكن يؤدي وظيفة شكلية إذا التأم كواجهة لمؤسسات دستورية ينبغي أن تمثل السلطة مكتملة الأركان، لا فقط نعول على رئيس الجمهورية كشخص منفرد، ينبغي أن تؤازره هذه المؤسسات. وهذا إذا تسنى لهؤلاء الناس بالخروج من صنعاء والتئامهم بشكل قانوني حسب لوائح البرلمان يمكن أن يكون مفيد شكلا، لكن مضمونا كما قلت بأنه لم يؤدي البرلمان يعني دورا ديمقراطيا بتمثيل الشعب. للأسف الأحداث التي حدثت من 2009 إلى اليوم نجد بأن البرلمان لم يتخذ أي موقف يحسب له. أنت تعلم بأن رئيسة البرازيل عزلها البرلمان، رئيسة كوريا عزلها البرلمان. الثورة التي اندلعت على الرئيس السابق كان على البرلمان أن يمسك بزمام السلطة ويعزل الجميع بموجب الدستور، وهذا لم يحصل. يعني للأسف عندنا مجرد أراجوزات وشهود زور في البرلمان. طيب دكتور، الآن يعني من خلال إذا ما ركزنا على دور الشرعية والتحالف العربي في تقوية السلطة الشرعية، من خلال الكثير من التصريحات الصحفية والإعلامية هناك حديث عن آمال لعقد جلسة في عدن مثلا كإحدى المحافظات المحررة بين قوسين. هل يمكن ذلك؟ هل يعني يحاول التحالف تعزيز ذلك أو حدوث ذلك، أم أنه لا يريد فعل ذلك في حقيقة الأمر؟ لا نستطيع أن نحمل دول التحالف تريد أو لا تريد، ولكن على السلطة الشرعية هي التي تقرر أنها تريد أو لا تريد. لا ينبغي أن تسلم القرار السيادي لجهات خارجية هي مسؤولة عن ذلك. نحن لا نستطيع أن نلوم التحالف إلا عندما تخرج السلطة الشرعية وتعلم بأنها توجه بإعاقات من هذه الدول حتى ولو تسريبات. من المنطقي جدا بأن السلطة الشرعية تسعى لتعزيز تواجد هؤلاء البرلمانيين وإخراجهم من صنعاء لاكتمال النصاب. فإذا ما وجدت بأنه من هو خارج صنعاء وفي عدن مكتمل النصاب، عليها أن تبدأ بلملمة المؤسسة الدستورية والتصرف بشكل قانوني دستوري. لا نستطيع أن نرمي الحمل على غيرنا، ونحن إلى الآن لم نعبر عما ينبغي فعله. طيب برأيك، من وجهة نظرك، ما هو موقف الشرعية من البرلمان إلى يعني من خلال متابعتك للمشهد إلى الآن؟ السلطة الشرعية للأسف أداءها ليس متماسك وليس صلب، وبالتالي هي تصمت إزاء كثير من الأحداث التي لا ينبغي أن تصمت. ونحن ايضا في الميدان في الوضع في تعز او في عدن، او هناك احداث جسيمه لم نسمع للسلطه الشرعيه اي موقف تجاهها. هي تملك سلطه القرار، هي تملك العزل، هي تملك الاصلاح، هي تملك العقاب، هي تملك ان تعمل الشيء الكثير. للاسف اقولها بصراحه، يعني السلطه الشرعيه ادائها كان جزء من المشكله وليس جزء من الحل.
إذا دكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ عبد الكريم، سمعت ما تفضل به، هل يعني بالفعل هناك يعني نوع من الإشكال بالنسبة، هل يمثل البرلمان إشكالا للسلطة الشرعية أو بشكل أو بآخر للتحالف العربي إذا ما انعقد، إذا ما فعل دوره؟ قد يمثل إشكالا حقيقة. إحنا في البداية كبرلمانيين مؤيدين للشرعية لمسنا عدم تجاوب في البداية من الشرعية من السلطة، سواء من الرئاسة أو من الحكومة. كان هناك خوف من البرلمان لعدة عوامل. العامل الأول على اعتبار أنه الأغلبية أعضاء البرلمان من المؤتمر، والمؤتمر تابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، هذه نقطة. والنقطة الثانية الخوف من أن يؤدي دور رقابي عليهم كسلطة تنفيذية، وبالتالي كان هناك فيه من المستشارين حول رئيس الجمهورية بالذات من ينصحه حتى بحل البرلمان، إصدار قرار بحل البرلمان والتخلص منه. وهذا طبعا كان مستحيل، لأنه كان يتطلب هذا القرار أنه لابد إجراء انتخابات خلال شهرين أو يعود البرلمان بقوة الدستور. في الأخير حتى وإن كانت يعني البلد في وسط حرب، نعم، لا يستطيع أن لا يوجد نص دستوري، هناك نص دستوري يجيز له حل البرلمان، لكنه يلزم النص الدستوري أن يجري انتخابات خلال شهرين. إذا لم يستطع يعود البرلمان الحالي بقوة الدستور، وبالتالي كان سنعود إلى نفس المربع، ويكون استعدى أعضاء مجلس النواب بطريقة أخرى. في الأخير اقتنع بدور البرلمان، وهذا يعني هذا متى كان ذلك؟ عندما شعر أن المجتمع الدولي يعترف بالبرلمان كسلطة تشريعية ويتعامل معه، وكان يمثل البرلمان للأسف في المحافل الدولية فريق من صنعاء، وكان يذهب كأنه ممثل لليمن ويتكلم باسم اليمن ويتكلم ضد الشرعية وضد التحالف. عندها أدرك التحالف أهمية مجلس النواب ودوره، فقرر أن يفعل الكتلة التابعة له، وفعلا استطعنا أن ننتزع منهم هذا الدور وأن نصبح نحن كبرلمان تابع للشرعية الممثلين للبرلمان في المحافل الدولية وفي الهيئات العربية، وأصبحنا نحن ننقل الصورة التي ما يجري. نعم. لكن بالمقابل هل حصلتم أيضا على تفعيل دوركم الرقابي على الحكومة الشرعية في مقابل الدور الذي تمارسونه في سياق التعاطي مع الخارج؟ حقيقة هذه النقطة مهمة جدا، ونحن كبرلمانيين سعينا إليها بقوة وحاولنا، ولكن للأمانة حتى نكون صادقين الحكومة لا ترغب في هذا الكلام، هي مستغلة لظروف الحرب الآن والظروف الغير طبيعية، وتحاول أن تعمل من غير أي تحت أي مبررات، تحت مبرر الحرب، تحت مبرر المواجهة، تحت مبرر أن الوضع غير طبيعي، وعندها صلاحيات واسعة خاصة في مجال المال العام والإيرادات، ولا تريد أن أي نوع من أنواع الرقابة عليها. وما زلنا نحن نسعى وبكل قوة أن مجلس النواب يلتئم ويجتمع، وحتى أين؟ إحنا حريصين أن يكون لابد في إحدى المحافظات المحررة. ليست هناك إشكالية في أي محافظة؟ لا، يستطيع رئيس الجمهورية أن يدعو للاجتماع في أي محافظة يريد بحكم الدستور، يستطيع أن يحدد عدن، ويستطيع أن يحدد حضرموت، ويستطيع أن يحدد مأرب، أي محافظة يراها مناسبة للانعقاد، وينعقد فيها مجلس النواب ويؤدي دوره الرقابي، على الأقل الرقابي في هذه الفترة، لأنه التشريعي قد يكون صعب يعني في فترة الحرب هذه، لكن الدور الرقابي مطلوب، ومطلوب جدا حتى يترشد عمل الحكومة. ولو أدى مجلس النواب دوره الرقابي حقيقة في هذه الفترة ممكن أشياء كثيرة تحل، يعني لأنه فعلا أداء الحكومة رخو وغير صلب وغير ثابت، ممكن موقف مجلس النواب سيعين يعيد أساسي إلى الحكومة نوع من القوة. طيب سأسألك حول إذا ما كانت هناك مبادرات من قبل البرلمانيين المؤيدين أو الذين يؤيدوا الشرعية اليمنية في عمل اقتراحات لمواقع والإمكانيات المناسبة لحدوث مثل هكذا اجتماع، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير. أستاذ عبد الكريم، مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلاً
بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أجدد ترحيب ضيفي هنا البرلماني اليمني أستاذ عبد الكريم الأسلمي. أهلا بك مجددا أستاذ عبد الكريم. يعني أستاذ عبد الكريم الآن تتحدث على أن أكثر يعني أعضاء وصلتم إلى يعني تأييد الشرعية 120 عضو. نعم. هؤلاء يعني هل منهم أو تم الاتفاق على أسماء تمثلهم في أي حوار مع السلطة الشرعية أو مع إذا ما حصل حوار مع التحالف العربي بشكل أو بآخر؟ لا، نحن لن ندخل في حوار مع السلطة الشرعية أو مع التحالف. نحن جزء من السلطة، نحن جزء من السلطة، وبالتالي ما تقرره السلطة الشرعية يفترض أنها تستشير فيها الكتلة ويكون رأي واحد سواء الرئاسة أو من يمثل هذه الكتلة. الآن نحن عندنا نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الشدادي هو من يقود الكتلة، وانتخبنا أيضا اللي هو لجنة تنفيذية للكتلة البرلمانية تتولى أعمال هذه الكتلة وتديرها مؤقتا حتى نستطيع ونتمكن من عقد جلسة في الأرض اليمنية. مهمة هذه الجلسة بالأساس اللي هو انتخاب هيئة رئاسة جديدة تتمكن من إدارة وتسيير شؤون مجلس النواب. طيب، كان قبل فترة هناك اجتماع لعدد من النواب اليمنيين مع ولي العهد السعودي. هذا الاجتماع كان تحت أي غطاء وتحت أي مبرر؟ وهل تم التواصل بعد ذلك إلى يعني تم البناء على النتائج التي خرج بهذا الاجتماع؟ الحقيقة حصلت عدة اجتماعات قبل الاجتماع مع ولي العهد السعودي. حصلت اجتماعات داخلية لأعضاء الكتلة وترتيبات، ثم حصل اجتماع مع رئيس الحكومة ومع الحكومة في الرياض، وأيضا حصل اجتماع مع رئيس الجمهورية قبلا. وتوج هذا اللقاء أيضا باعتراف بدور الكتلة البرلمانية من قبل التحالف باللقاء مع ولي العهد السعودي، وهذا يعني أعطى مؤشر لدور مجلس النواب وأهمية هذا الدور الذي ممكن يلعبه. الكل يعرف أن مجلس النواب له أهمية وله دور يجب أن يقوم به، لكن حتى الآن جميع الأطراف هذه لم تساعد مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية على أداء دورهم الأكمل والواجب. طيب، كنت تتحدث أيضا عن وجود كتلة أو جهة هي على الحياد. هذه أين تتواجد؟ تتواجد في كل الأماكن. هناك منهم موجودين في الداخل وهم محايدين، وهناك موجودين في عدة عواصم عربية وأجنبية أيضا خرجوا، هناك في مصر، هناك في الأردن، هناك حتى في تركيا، هناك في عدة أماكن. هناك أيضا عناصر من زملائنا متواجدين حتى في الرياض وهم على الحياد ولم. ما هي رؤيتهم؟ يعني أقصد تجاه ما يجري في البلاد. لهم عدة رؤى، بعضهم عنده مصالح لا يستطيع أن يضحي بها سواء في الداخل أو الخارج، ولا يريد أن يكون محسوب على أي جهة، وبالتالي يريد أن يحافظ على مصالحه. وبعضه عنده موقف ضد جهة معينة وغير مقتنع بالجهة اللي هو يؤيدها. مثلا هناك فئة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولكن مش مقتنعين أنهم يعملوا مع الحوثي، ولا يريدون أن يكونوا أيضا ضمن مكون الشرعية، وبالتالي كأنهم فضلوا الحياد في هذه الفترة. طيب، دعنا نشك أيضا معنا مرة أخرى بالحوار مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام جميعا. بداية سيد حياكم الله. إذا أستاذ مختار، بداية يعني إذا ما صح لقاء الرئيس هادي قبل يومين أو أول أمس برئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، هل هناك ما يمكن البناء عليه في هذا اللقاء؟ طبعا المؤتمر الشعبي العام وكذلك القيادة في المؤتمر الشعبي العام والبرلمانيين المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام هم قطاع واسع وهم الذين يسيطرون على مجلس النواب، بالتالي لملمتهم وكذلك محاولة التواصل معهم من أجل إسقاط موضوع العودة إلى مجلس النواب وأن يكون مجلس النواب ورقة بيد الميليشيات الانقلابية، خصوصا أننا نعرف أن كل القيادات المتواجدة داخل اليمن
في هذه الفترة هي إما تحت اللقامة الجبرية أو هي كانت مخترقة للمؤتمر الشعبي العام وهي كانت تعمل لصالح الحوثيين. بالتالي هذه اللقاءات وغيرها من اللقاءات تأتي في إطار ترتيب وضع المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل علي عبد الله صالح. وطبعا هناك لقاءات كثيرة وهناك تواصلات كثيرة وهناك قيادات وصلت إلى مدينة عدن، إعلاميين وسياسيين وقيادات أخرى في حزب المؤتمر الشعبي العام. بالتالي الحرص على قيادة المؤتمر الشعبي العام من أن تصير بيد الحوثيين هو أنا أعتقد أنه أمر إيجابي، ويجب الاهتمام بكل القيادات التي لديها موقف أو التي تريد أن تخرج بعد ذلك يكون لها موقف من الحوثيين. طيب، يعني الآن عندما نتحدث على أن البركاني زار الرياض، إذا ما تجاوزنا فكرة يعني محاولة لملمة المؤتمر إن صح التعبير، هل لحضورك رئيس كتلة برلمانية هل له دور في توحيد كلمة البرلمان تحت سقف الشرعية؟ بكل تأكيد أن يكون رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وهو شخصية معروفة وشخصية أيضا هو من عام مساعد للمؤتمر الشعبي العام، أن يكون هذه القيادة تلتقي بفخامة الرئيس ويقوم بتواصلاته مع أعضاء في مجلس النواب لكي يكونوا مناصرين للشرعية، وليتم أيضا عقد اللقاء كان مرتقب وكان المفترض أن يكون خلال الشهر الماضي ولكن لأسباب لم يتم الإعلان عنها تم تأجيله. بالتالي أن يتم الآن عقد هذا اللقاء وأن يتم ترتيب وضع مجلس النواب وأن يتم إخراج قيادات من المؤتمر الشعبي العام أو من غير المؤتمر الشعبي العام، أن يتم إخراجهم وترتيب أوضاعهم، بالتالي أنا أعتقد أنه سيعزز من حضور الشرعية وسيعزز أيضا من تواجد الشرعية وسيعزز أيضا من الشرعية المطلقة التي هي بيد الشرعية. لكن الآن لا يبدو لنا أن هناك خطوات حقيقية لكثير من المراقبين، لا يبدو لهم أن هناك خطوات حقيقية في من قبل الشرعية لتحقيق يعني مثلا اجتماع للبرلمان أو جلسة برلمانية في المحافظات المحررة. قلت لك كان هناك لقاءات ووصل عدد الأعضاء إلى 125 تقريبا العدد التقريبي عدد أعضاء مجلس النواب، وهناك تواصلات لكي يصلوا إلى العدد المطلوب والنصاب القانوني لكي يتم عقد الجلسة. بالتالي هذه أين وصلت الشرعية في ذلك أستاذ مختار؟ نعم، أين وصلت في ذلك؟ ما هي آخر المستجدات في هذا الملف؟ المستجدات أن التواصلات ما تزال التواصل ما يزال مستمر مع كافة الأعضاء مجلس النواب، وهناك تواصل جديد، والأحداث الأخيرة التي حصلت بالعاصمة صنعاء قد جعلت من كثير من القيادات وكثير من أعضاء مجلس النواب الذين كان لديهم موقف مغاير وكان لديهم موقف من الشرعية أصبح اليوم الموقف مختلف تماما. وأنا أعتقد أن خلال الفترة القادمة سينضم كثير من أعضاء مجلس النواب للشرعية وستكون هناك جلسة مكتملة النصاب في المناطق المحررة. طيب، وفقا لذلك ما هو الدور المأمول من قبل يعني الشرعية، نتحدث عن الرئاسة والحكومة، من أعضاء البرلمان ومن البرلمان؟ المنتظر منهم أن يتم تأمين خروج القيادات أو الأعضاء مجلس النواب، تأمين خروجهم وترتيب أوضاعهم، ومن ثم استئناف عمل المجلس النواب ليقوم بدوره وبعمله وإسقاط هذه الورقة، لأن مجلس النواب نعرف جميعا أنه ورقة شرعية وأن مجلس النواب يمتلك شرعية أيضا مكتسبة من المبادرة الخليجية التي منحته أيضا شرعية البقاء حتى يتم استكمال الفترة الانتقالية، ومن ثم تكون هناك إجراءات وانتخابات رئاسية وكذلك برلمانية. لأن هناك يعني أستاذ مختار من يتحدث على أنه الرئاسة تريد دور البرلمان في الحديث بقضية اليمنيين وتمثيله لليمنيين في الخارج والحديث عن اسمهم في الخارج، لكنها تخشى دور الرقابة للبرلمان، ولذلك لا تقوم بحركة يعني بتحركات فعلية على الأرض في المحافظات المحررة لإقامة هذه الجلسات. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أنا لا أعتقد أن هناك مخافة من دور رقابي على أداء الحكومة. الجميع يعرف أننا فعلا نعيش في فترة حرجة وفي فترة حساسة، لكن لا أحد يخاف من الرقابة
جهة شرعية، ومن تفعيل مجلس النواب. مجلس النواب مهم جدا، والأهم من ذلك أن يكون تحت أيادي الشرعية. ولا أعتقد أن أحد من الحكومة يخاف من أي دور رقابي على الحكومة، بالعكس الآن أصبحت هناك جهات رقابية كثيرة على الشرعية وكذلك على قيادة ومسؤولي الدولة. أنتم في الإعلام سواء في القنوات أو في الصحف أو في المواقع الإلكترونية جهة رقابية فاعلة على الشرعية، ولا أعتقد أن أحد في هذه الأيام وفي ظل الفضاء المفتوح يخاف من رقابة أو من أن تكون هناك جهة تقوم بمراقبة أعماله أو مراقبة تحركاته أو الكشف حتى عن قضايا فساد إن وجدت. أشكرك مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. العودة إليك أستاذ عبد الكريم، يعني أريد منك تعقيب على النقطة الأخيرة. ليس لدى الحكومة اليمنية ما تخشى، برأيك من خلال أداء الحكومة هل هناك لديها ما تخشى بالفعل أم لا؟ الحقيقة احنا نأمل أن الحكومة تكون عندها هذه العقلية الناضجة التي تنظر إلى مجلس النواب النظرة التي يستحقها. يفترض أن الحكومة تنظر إلى مجلس النواب كمكمل لها وداعم لها، وعندما يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي هو يساعد الحكومة ويقوم ويرشد أدائها. لكن يبقى الواقع مختلف نوعا ما، هناك تخوف حقيقة يعني من أداء مجلس النواب، ونحن لاحظناه ولمسناه. كان هناك عدد كبير أيضا أو عدد لا بأس به يعني من أعضاء مجلس النواب يرغبون في الخروج من الداخل إلى ويلتعقوا بزملائهم، هذا كان في البداية طبعا، وللأسف الشديد لم يجدوا تجاوب من السلطة من الشرعية معهم في هذا الجانب وأهملوهم، وهذا أدى إلى أنه الطرف الآخر يستميلهم ويبقى عنده. ولو كان من البداية الحكومة جادة وتعرف أن قيمة مجلس النواب ودوره وما سيؤدي كان استطاعت أن تستقطب عدد كبير جدا من النواب من البداية، ولكان هذا الملف انتهى وحصلت على الأغلبية. لكن الأداء الرديء الذي كان من قبل الحكومة مع في اتجاه مجلس النواب أدى إلى أن عدد لا بأس به من الأعضاء عزف عن الالتحاق بالشرعية نظرا لعدم التقدير اللازم للموقف. نحن يعني نقول نأمل أن الحكومة فعلا تنظر نظرة صحيحة إلى مجلس النواب وإلى الدور الذي سيقوم به، وهو سيكون عامل مساعد كبير جدا لها وليس العكس أبدا. طيب الآن إذا ما يعني تم احتواء الكتلة البرلمانية التي كانت تدعم صالح وتم بشكل أو بآخر إقامة جلسة برلمانية، هل سيؤثر يعني هل ستتواجد مخارج جديدة للأزمة اليمنية؟ لا شك أنا عندي أن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد حلفائه الحوثيين هو منعطف كبير وهام، وسيؤدي إلى فتح طرقات جديدة لحل الأزمة اليمنية سواء سلما أو حربا، لكنه منعطف كبير. من أهم النتائج المترتبة على هذا المنعطف وهذا الحدث أنه أنا أعتقد أن الكتلة البرلمانية المؤيدة للشرعية سيكتمل نصابها، لأنه بالتواصل مع كثير من الأعضاء يعني لمسنا أنه هناك عندهم استعداد. نحن نعول على الأخ سلطان البركاني كثيرا رئيس الكتلة البرلمانية، هذا رجل يعني حقيقة مهم ومؤثر وقوي، ويعني هو لا شك ضد الانقلاب وضد الانقلابيين، وكان له موقف حتى من علي عبد الله صالح يعني بسبب تأييده للحوثي، يعني هو كان مع علي عبد الله صالح صحيح، لكنه في تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثي هو كان يعني لأنه يعرف ما معنى سلطة الحوثي وما سيؤدي وما سيترتب على نعم. والرجل مؤثر لا شك وله يعني ويستطيع أن يلعب دور كبير جدا في هذا الشأن، ونأمل أنه يواصل دوره في هذا الجانب. ولقاؤه بفخامة الرئيس في الفترة القريبة هذه مؤشر طيب في هذا الاتجاه. ماذا عن بقية من هم بداخل العاصمة صنعاء؟ ربما تحدث عن رئيس البرلمان يحيى الراعي كمثال. حقيقة من هم داخل العاصمة صنعاء أو في المحافظات التي تحت سلطة الحوثي هذا سيكونوا معذورين،
يعني لا نستطيع أن نطالبهم بشيء فوق طاقتهم. نحن أمام سلطة همجية لا تراعي أي شيء على الإطلاق، وممكن يحصل منها أي شيء. يعني إذا كان قتلت حليفها الأساسي الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه وقدم لها خدمات لا يمكن أن يقدمها لها أي شخص آخر، فكيف ستتعامل مع الآخرين؟ وبالتالي هؤلاء من بقي هناك لكن يعني قد يبقى الناس هناك، لكن الآن مثلا البعثات يعني البعثات الدبلوماسية الآن ما عادت موجودة. آخر بعثة كانت ربما هي البعثة الروسية وخرجت الآن، ذهبت إلى الرياض. بيان الخارجية الروسية جزء من يقول اتخذ القرار بسبب التدهور الحاد في الوضع الأمني في ظل تصعيد آخر للأزمة داخل اليمن. برأيك مع وصول السفير يعني أو مواصلة السفير الروسي لنشاطه من الرياض، هل يعني نحن أمام منعطف آخر الآن؟ هل نحن أمام جزء ستكون فيه المحافظات القابعة تحت سيطرة الانقلاب بشكل معتم إلى آخر درجة؟ انتقال السفارة الروسية من صنعاء إلى الرياض هو أحد تداعيات مقتل الرئيس السابق على يد حلفائه الحوثيين، وهو أيضا نقطة هامة جدا ومؤشر مهم جدا إلى أين ستسير الأمور. يعني وأنا أتوقع أن الأحداث ستتسارع يعني في موضوع الأزمة اليمنية. أعتقد أن الحل العسكري ممكن يكون بشكل سريع للأمانة. يعني ومن خلال معرفتي واطلاعي بأوضاع الجيش الوطني وأوضاعهم في الجبهات، عندهم القدرة الكافية والاستعداد أنهم يواصلوا وأنهم يمشوا وأنهم يصلوا حتى إلى صنعاء. لكن كان هناك دائما قرار سياسي من التحالف يحكم هذا التقدم يعني ويجعله محدود. ربما أيضا هو كان بفعل ضغوط دولية يعني ويعني خارجية يعني. لكن بعد الحادثة الأخيرة هذه الرؤية اتضحت إلى حد كبير. نحن أمام جماعة إرهابية استولت على السلطة بالعنف، لا تعترف بالآخر نهائيا، لا يوجد حل معها إلا أن الناس تخلص المجتمع اليمني منها بالقوة. طيب بسؤال أخير أستاذ عبد الكريم، وليكن دورك رقابيا هنا، هناك من يتحدث على أن الحكومة أو الشرعية اليمنية تكتفي برد الفعل ولا تقوم بالمبادرة بالفعل، هل تتفق مع ذلك؟ وإذا كنت تتفق فإلى أي مدى يمكن للأحداث الأخيرة أن تفعل مبادرة الحكومة والشرعية في وضع حلول للأزمة في اليمن؟ هذا صحيح. للأسف الشديد من أهم أسباب عدم سرعة الحسم اللي هو ضعف الأداء الحكومة اليمنية وعدم مبادرتها واكتفائها برد الفعل، وأحيانا حتى لا تصدر حتى ردة الفعل، تحصل أحداث وتتجاوزها وهي حتى لا ترد الفعل، وهذا أخر موضوع الحسم كثيرا. لكن في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل وجود الجيش الوطني سيكون هذا عامل إضافي وعامل مهم، لأن الحكومة تبادر وتبتدئ تغير حساباتها وتبتدئ تنتقل إلى مربع الفعل وليس رد الفعل، وربما أيضا بمساعدة من البرلمان إذا ما انعقدت جلسات. البرلمان لابد أن يكون يعني جزء مهم من السلطة الشرعية بمختلف جوانبها، سواء الرئاسة أو الحكومة أو حتى القضاء. هناك أيضا لا بأس تفعيل الآن لدور القضاء ومحاولة بحيث أن السلطة الشرعية تشتغل بكامل فروعها وتضع النموذج الحقيقي للرؤية التي تحملها يعني وثائق مؤتمر الحوار الوطني. أشكرك أستاذ عبد الكريم الأسلمي عضو مجلس النواب، كنت معنا في حلقة اليوم، أهلا وسهلا بك. كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.